نرحب بالشيخ علي بلحاج من الجزائر. شيخ علي بلحاج السلام عليكم وأشكركم لإتاحة هذه الفرصة. نود في البداية أن نحييكم وأن أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. يا ريت لو تبدأ بالحديث عن يعني الوضع اللي أنت فيه الآن، كيف هي الأحوال، وهل خف المنع الذي كان مسلط سابقا؟ هل الآن الشيخ علي بلحاج يستطيع أن يتنقل من مكان إلى آخر في الجزائر وأن يأم المصلين كما كان، أم أن الظروف ما تزال على حالها؟ على كل حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكرام. وعليكم السلام. النظارة أخي صالح، الأمور ربما تشتد أكثر من ذي قبل، ولكن لا نملك إلا على النسب عليه. هناك تقطع في الصوت من المصدر، يا ريت الزملاء إذا استطاعوا أن يعودوا للاتصال بالشيخ علي بلحاج، ربما يتحسن الصوت أفضل. طبعا إذا لم يتحسن لا نملك لذلك ربما خارج عن إرادتنا. على كل حال سنحاول عودة الاتصال بالشيخ علي بلحاج. أردنا الحقيقة في البداية أن نتعرف عن أوضاعه الشخصية، لأنه لم يخرج معنا في هذا البرنامج منذ مدة، ونود أن نعرف أيضا الإجراءات التي تحيط به، لأنه سابقا كان ممنوع، يعني الحركة كانت ضيقة، وأيضا ممنوع ربما من التنقل بدون إذن، ويبدو أن الإجراءات ازدادت شدة كما قال الشيخ علي بلحاج منذ قليل. طيب معنا الشيخ علي بلحاج مرة أخرى، أرجو أن يكون الصوت الآن واضح. تفضل الشيخ علي بلحاج. الأخ صالح، ما زالت الأمور كما هي بل ازدادت، فأنا ممنوع من ممارسة جميع حقوقي وحقوقي المشروعة شرعا وقانونا ودستورا وحتى بالمواثيق الدولية، فأنا ممنوع اليوم أيضا، منعت جنازة الصحافي الكبير المرحوم عبد العالي رزاقي من حضور الجنازة، ولذلك ولم يصدر بحقي أي حكم، يعرف العام والخاص، لم يصدر بحقي أي حكم قضائي، لا في الداخل، ولست تحت الرقابة القضائية، ولست أيضا تحت حكم مع إيقاف التنفيذ، ولم تصدر بحقي مذكرة إيقاف كالتي حدثت بحق بوتين من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن يعني قصرا وقهرا وممارسة خارج إطار جميع القوانين الأرضية والسماوية معه. يعني هناك سيارة أمنية ترابط أمام البيت باستمرار؟ 20 ساعة، عندي 20 سنة وليست عندي عهد واحد، لست من السجن وعندي من العمر 46 سنة والآن 66 سنة، وأنا مراقب وأنا ممنوع من ممارسة جميع، واحتجت ذلك لله تبارك وتعالى. الله أكبر. هذه حالة. طيب دعنا ننتقل لهذا الشهر الفضيل، شهر الصوم والعبادة والتقرب إلى الله. يعني هل يمكن تذكيرنا ببعض الآيات والأحاديث التي يعني تذكرنا جميعا بفضائل هذا الشهر؟ على شهر رمضان هو شهر القرآن، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هي فريضة كتبها الله عز وجل على جميع المسلمين لقوله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يفسر التقوى، قال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل، هذه هي التقوى كما فسرها الإمام همام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهنالك أقوال كثيرة لسنا الآن بصددها. نعم. أن الوقت بالطبع نفتح المجال لغيرنا من إخوتنا في العالم العربي في العالم الإسلامي، وأنتم مشكورون على أنكم فتحتم هذه ليبلى كل واحد بدلوه.
غير أنني عندي ملاحظة وحيدة فقط أود أن أقولها. تفضل تفضل. أن الله تبارك وتعالى الذي كتب صيام. نعم. يا ريت لو تعيد شيخ علي بالحاج لأن الصوت تقطع شوي. تفضل الآن. قلت بأن الله صيام بقوله كتب عليكم الصيام، هو الذي قال في نفس السورة كتب عليكم القصاص في القتلى، وهو الذي قال كتب عليكم القتال، وهو الذي قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فإذا اليوم العالم العربي العالم الإسلامي والأمراء والملوك يفسحون للدعاة والأئمة والعلماء بشرح الصيام، كتب الصيام لأنها عبادة فردية. أما العبادات السياسية والعبادات الاقتصادية والاجتماعية والدولية فهذه لا يشرك بها، وهذا في الحقيقة أصل في الحقيقة، ويريدون أن يروجوا للدين بمفهومه الفردي وليس بمفهومه الجهل. نعم. الشيخ علي بالحاج أود أن أختم معك بهذا الشهر، طبعا في أمتنا في أيام عزها هذا الشهر كان شهر الجهاد وشهر العمل وشهر الفتوحات وشهر عظيم يعني جدا. اليوم هل يمكن لهذا الشهر أن تستعيد من خلاله الأمة عزها بعد هذه النكبات وهذا الهوان برأيك، وكيف ذلك؟ لأنه طبعا البلاد العربية تم غزوها بمسلسلات خلال هذا الشهر وأعمال أخرى منافية كما يقول البعض لفضائل هذا الشهر. كلمة سريعة لو تكرمت. الله تبارك وتعالى يقول ولا تيأسوا من روح الله. نحن لا نيأس من روح الله ونحن نتفائل، ولا بد أن نروج للتفاؤل، وأن العاقبة للمتقين وليست للمفسدين في الأرض، لكنه هو ابتلاء من الله عز وجل، وجعلنا ربكم لبعض فتنة أتصبرون. لا بد أن نصبر وأن نصابر، ولا بد أن يأتي جيل إن شاء الله يحقق الأمثال الأمة. هذا شهر الجهاد كما سبق وأن ذكرت، ليس شهر الرقاد ولا شهر الأكل والشراب المسلسلات و و و و، ولكن سيقيد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من يعيد لها مجدها. والحمد لله رب العالمين الذي يدرس وينظر إلى الأوضاع الداخلية للدول الإقليمية والعالمية، هنالك بديل ثالث يحتاج إلى صياغة جديدة ورجال جدد وإلى علماء أكفاء هم الذين يدرسون، لأن لكل زمان ومكان هناك ثوابت لا تتغير، ولكن هنالك متغيرات كثيرة يجب أن نراعيها، أن لا نجمد على القديم الذي لا يمكن الجمود عليه، فقد يكون صالحا في زمانهم وغير صالح في زماننا، ولكن همم الرجال تزيل الجبال. فلا تيأسوا من روح الله تبارك وتعالى، والذين هناك من غرس فأكلنا ونغرس فيأكلوا، ولا تيأسوا من روح الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. الشيخ علي بالحاج كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم وأهلنا في الجزائر بكل خير. جميل أن استمعنا للشيخ علي بالحاج، الحقيقة منذ مدة لم يكن معنا في هذا البرنامج.